بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، أهلا وسهلا بحضراتكم في المحاضرة التعريفية لمقرر تمويل ريادة الأعمال Entrepreneur Financing. إن شاء الله ترم سعيد وموفق للجميع. أحب أعرفكم بنفسي، البيوغرافي بتاع المحاضر. أنا حاليا محاضر في قسم الرياضة والابتكار في جامعة الأمير سنقولة في تايلاند من 2020 حتى الآن، وقبل كده كان ليا تجربة في ماليزيا وتجربة برضو في مصر. أنا اشتغلت في ماليزيا وحضرت وخدت الدكتوراه برضو هناك، كنت شغال ريسيرش فولو وتيتشنج اسيستنت في كلية الإدارة جامعة العلوم الماليزية، وأردين كنت شغال في مصر سواء معيد أو مدرس مساعد في كلية الإدارة والاقتصاد في جامعة مصر علوم والتكنولوجيا لمدة 10 سنوات. السجل التعليمي بتاعي، أنا حاصل على الدكتوراه من جامعة العلوم الماليزية كلية الإدارة. الجامعة دي عالمية ولها ترتيب دولي، هي حاليا 147 على مستوى العالم طبقا لل QS World University Ranking، وكانت طبعا دراسة بالإنجليش. معايا ماجستير إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمنظمة المصرفية، وقبل كده كان معايا البكالوريوس إدارة الأعمال مع مرتبة الشرف من كلية الإدارة والاقتصاد جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وكان دراسة باللغة الإنجليزية وكان الجي بي بتاعي 4.3. المواد اللي سبق تدريسها خلال خبرتي، أنا معايا خبرة تدريس أكتر من 18 سنة موزعة بين مصر وماليزيا وتايلاند. سبق لي تدريس مواد كتيرة جدا، منهم على سبيل المثال الحصر Business Forecasting, Computer Application, Entrepreneurship, Operation Management, Business Research Methods, MIS, Software in Business, Statistics and Financial Mathematics. عندي زي ما حضراتكم شايفين كورسات كتيرة برضو. الحمد لله أنا بعتبر نفسي باحث قبل ما أكون محاضر، والباحث بيتميز إن هو دايما على اطلاع وبيألف منشورات. أنا عندي publications كتيرة في مجلات علمية محكمة ذات طابع دولي لها مؤشر أو إندكس عالي زي سكوبس، معروف من أشهر الإندكس سكوبس وويب أوف ساينس. أنا عندي تقريبا أكتر من 20 publication على مستوى السنوات السابقة في مختلف نقاط البحث. Area of interest بتاعتي مختلفة، من operation ل technology adoption ل sustainability ل supply chain. الحمد لله. وأنا بدعوكم كطلبة ماجستير وعلى بداية الطريق درجة الدكتوراه اللي حابب يكمل، لازم تهتم بالبحث العلمي، ولازم تهتم تقرا وتنشر، ولما تقرا كويس هتعرف تكتب كويس وهتعرف الناس تقرا كلامك وتقرا الابحاث بتاعتك، فتبقى لك وسط لك الكارير في البحث العلمي. وبرضه البحث العلمي مهم جدا للشركات. معظم الشركات الكبيره لها قطاع بيسموه R&D او وحده البحث العلمي، دي موجوده كلها في معظم الشركات الكبيره. فانت سواء تشتغل مجال اكاديمي او مهني، البحث العلمي مطلوب في الحالتين. برضو انا الحمد لله عندي ريسيرش جرانت. يعني ايه ريسيرش جرانت؟ انا عندي منح بحثيه مموله من جهات دعم ابحاثي. يعني انا بقدم مشروع بحثي وباخد عليه تمويل مادي في مقابل ان هم بيساعدوني اخلص البحث بتاعي اللي هو هيفيدهم في الاخر، هيفيد المجتمع وهيفيد الجهه المانحه. الحمد لله حاليا عندي 7 جرانتات، وانا شايف مجال البحث العلمي ممتع بصراحه. يعني طالما في دعم وطالما في فاسيلتيز وطالما في امكانيات وطالما انت كباحث حابب الموضوع ده، هيبقى في افاده لكل الاطراف. وانا برضو بستغل ان انتوا لسه في بدايه الطريق الماجستير، بدعوكم ونحاول نتناقش في حاجه زي كده. لو حابين ازاي نجيب ريسيرش جرانت، حاليا انت ممكن تعرف تجيب ريسيرش جرانت، مش شرط تكون معاك دكتوراه، ممكن خلال مرحله دراسه الماجستير تقول انا طالب ماجستير وعايز اعمل ريسيرش جرانت تمول البحث بتاعي في مجال كذا، وتكتب البروبوزر بتاعك، وان شاء الله في جهات مانحه كتيره سواء في العالم العربي او في اوروبا او في شرق اسيا مهتمين ارضه بارضه يدعموا الباحثين الناشئين. انا عندي انشطه فولنتيرنج اكتيفيتيز، ودي حاجه انا بشجعكم عليها وبلفت نظركم لها من دلوقتي. انا خلال دراستي دايما كنت بحب اخش في الانشطه التطوعيه،
لغرض كبير يعني، اغراض اخرى منها خدمه المجتمع ماشي، منها تعارف وكونكشن، اعمل علاقات واضح كده، ومن الخبره اكسبيرينس. واحد يدرك ما بتيجي وانت دارس، سواء دارس بكالوريوس او ماجستير او حتى درست الدكتوراه، بتحتاج خبره وتحتاج تطلع من بره الدراسه للجانب العملي، فهو اسهل طريقه لك انك تتطوع، تعمل انشطه تطوعيه. ف دي حاجه كويسه، واتمنى ان انتم تستفيدوا منها وتطبقوها في حياتكم ان شاء الله. انا تطوعت مثلا، حاليا انا ريفيور في جورنال كبيره، انترناشونال جورنال اوف انفورميشن نولج مانجمنت في USA. كنت مشارك في تنظيم فعاليات واضح كده، سواء هنا في تايلاند حاليا، او كنت مثلا سامبوزيوم واضح كده، اللي هي سامبوزيوم او كوليكيوم، هي ملتقيات للبحث العلمي، محتاجين حد يساعدهم في الافكار او في التنظيم او في ان يدي محاضره او يكيب اكينوت وهكذا. فكنت دي متمثله في الانشطه التطوعيه اللي عملتها خلال السنوات السابقه. وبناء على الانشطه التطوعيه انا خدت جوائز، يعني الجائزه دي كانت مهمه جدا بالنسبه لي، من USM من جامعه العلوم الماليزيه، اللي هي Delivering Excellence with Soul Award. بمناسبة أن أنا كنت رئيس رابطة الطلاب الدكتوراه للجالية العربية في الجامعة، وكنت أمباسدور برضو، كنت سفير للجالية العربية في الجامعة بناء على أنشطتي وبناء على الكولابريشن أو الكونتريبيوشن بتاعي دوني الأورد ديت. برضو كنت بحب أشترك في بعض الكومبيتيشن، مسابقات اللي هي 3 مينت، إن أنت ما عندك نقطة وتحاول توصلها للأودينس أو للجمهور في أقل من 3 دقايق. وبرضو كنت بحب أعرض أفكاري والنقاط البروجكت أو التوبكس اللي أنا مهتم بيها في بوستر، وأخد منها وأخد فيدباك من الريفيور وهكذا. أنا لو نحب نتكلم عن الجامعة اللي هي إن شاء الله أنا معاكم انضميت للفريق العمل فيها، ما شاء الله الجامعة عندنا جامعة واعدة وجامعة متميزة ورائدة في مجال التعليم الإلكتروني لخدمة العالم العربي واضح كده. أنا شايف الجامعة ما شاء الله حاجة كويسة وفرصة جديدة وفرصة ممتازة للطلبة إنهم سواء ياخدوا بكالوريوس أو ماجستير أو حتى دكتوراه باستخدام التعليم عن بعد، وهي جامعة فاهمة بتعمل إيه وعارفة تخاطب الطالب إزاي وتوفر له الخدمة بشكل كواليتي عالي قوي قوي. وانا لمست ده من خلال انضمامي لهذا الفصل الدراسي، ان هم بصراحه لا في فريق جوده هنا، وفي يعني في ميجرمنت وفي ماتريكس عالي قوي للجوده، ما بيطلعوش حاجه بالساهل، لازم بروسيس عاليه. وده ان ده اللي يدل ان الجامعه دي مستقبلها يكون واعد، سواء بقى لهم فتره قصيره لما انهم هيكملوا ان شاء الله، يبقى كل سنه هيبقى افضل من السنه اللي بعدها. فانتوا محظوظين بيها ان شاء الله، وهي ان شاء الله تساعدكم في المستقبل في الكارير بتاعكم، المستقبل الاكاديمي او المهني بتاعكم في الفتره الحاليه والمستقبل. انا مهتم ما بخش ادرس او اشتغل في جامعه ان اشوف الحاجات دي، ما بعدهاش كده بالسهل، ولازم تبقى عينك فاهم الليله ماشي، فاهم الموضوع ماشي ازاي. اي جامعه بتبقى او اي مؤسسه حتى لازم ليها ميشن وفيجن وفلسفه وبرومس. فانا ما دخلت على الجامعه قريت الميشن بتاعتها، وحبب واكد ولازم تبقى عارفها انت حضرتك ايه الميشن بتاعت الجامعه بتاعتنا، ان هي بروموت النولج والانكرج انوفيشن وبروفايد الهاير ادكيشن وذ هاي كواليتي وافوردبل برايسز، يعني بتوفر المعرفه وتشجع على الابتكار وتقدم مستوى خدمه تعليميه ذات جوده عاليه بسعر معقول لكل واحد. وده فعلا انا بدات المسه الرؤيه بتاعتهم، انهم عايزين يكونوا من اوائل المؤسسات التعليميه تقديم خدمه للمجتمع، وده حاجه كويسه برضو اوريدي على الورق موجود، وان شاء الله تدونا الفيدباك بتاعها في المستقبل ان شاء الله بعد ما تتخرجوا. الفلسفه بتاعت الجامعه ان هي بتقول النولج والليرنينج از ا رايت فور ايفري وان، يعني ان المعرفه والتعلم حق من كل واحد، ده حاجه نتفق عليها جميعا، وهم ما شاء الله ما قصروش. البروميس بتاعت الجامعه انها نوت تو بريفنت اني وان فروم هيز رايت تو لين، يعني مش هتمنع اي واحد من حقه في التعلم، وده حاجه جميله. وهي بالدليل بتاعهم انهم بيقدموا التعلم بتاعهم ببلاتفورم اونلاين، اي حد في اي مكان في اي وقت يقدر يوصل يتواصل وياخد الشهاده بتاعته والمعرفه بتاعته بدون قيود، وشايفها دي حاجه كويسه جدا 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 في العالم العربي. احنا البرنامج بتاعنا هو برنامج الماجستير رياده الاعمال،
هو برنامج متميز، ويعني انا شايف هو هيفيدك سواء انت كان عندك مشروع شغال عليه او هتفتح مشروع في المستقبل القريب، او حتى حضرتك شغال في شركه وبتحاول تغير المايند سيت بتاعك ان انت تبقى مش موظف، لا تبقى انتربرينور، تبقى رائد اعمال، تبقى عندك افكار تطور بيها الشركه بتاعتك. وده مطلوب في الفترة الحالية، انت الكومبيتيشن المنافسة عالية جدا في السوق، سواء انت موظف او سواء انت رائد اعمال، محتاج تبقى عندك نواحي اكاديمية، نواحي نظرية، نواحي فنية، نواحي براكتيكال. واضح كده؟ ان شاء الله هيكون المقرر او الكورس بتاعنا او البرنامج ماجستير وفر لك كل ده ان شاء الله. الكود الكورس بتاعنا Entrepreneur 632 او Entrepreneur Financing، عدد ساعات التدريس 3 credit hours. الكورس بتاعنا بيتكلم عن الفاينانشال ديسيشن ميكنج فور نيو فينتشر، للشركات الناشئه ازاي نتخذ قرارات ماليه خاصه بالشركات الناشئه، وبيدينا بروفايدز ا فاندامنتال فور ثينك اناليتيكالي اباوت ويذر ا نيو فينتشر اوبورتيونيتي از وورث بيرسوينج اند اباوت هاو تو ابلاي ذا تولز اوف فاينانشال ايكونوميك ثيوري تو انهانس ذا اكسبكتد فاليو اوف ذا اندرتيكينج. بمعنى ان هو بيدينا اساسيات او المبادئ بتاعه اتخاذ القرارات الماليه الخاصه بالشركات الناشئه بحيث يكون لها جدوى وفايده. Although our focus on profit venture, non-profit also entrepreneur venture face similar changes where there are important difference. We discuss application of these tools to non-profit venture. الكورس بتاعنا بيتضمن مناقشه او وجه التركيز على الشركات الناشئه سواء ذات التوجه الربحي او اللي هي المجتمعيه او غير هدفها للربح. الكورس Learning Outcome CLO أو مخرجات التعلم، إن شاء الله عند نهاية هذا الكورس هيكون عندك قدرة على Learn About Contemporary Trend and Pattern in New Venture Financing. هتكون ملم بالنواحي الحديثة أو في مجال تمويل الشركات الناشئة. Understand How to Build and Defend a Winning Business Model، هيكون عندك القدرة على فهم والعمل نموذج عمل قائم على النواحي المالية. Analyze and interpret published financial report، هتقدر تشوف وتحلل التقارير المالية. Apply tested technique to manage and improve cash flow and profit، هتستخدم بعض المودلز أو بعض التكنيكس عشان نعمل نحلل الكاش فلو ستيتمنت. Use powerful tools for financing forecasting، برضه هنتعلم بعض أدوات أو بعض طرق التحليل أو التنبؤ المالي للفاينانشال فوركاستنج. Make informed funding investment and capital allocation decision، هنساعدنا في اتخاذ قرارات التمويل مشاريعنا ازاي. Using creative tool for financial forecasting and assessing financial need for entrepreneur system، هنستخدم بعض الطرق برضو في التنبؤ بالنواحي المالية وتقييم الفاينانشال نيد الاحتياجات المالية للشركة الناشئة وازاي تغلب على بعض المشاكل في بداية الشركة الناشئة. في الكورس بتاعنا ان شاء الله هنعتمد على مرجع تكست بوك، مرجع حديث سنة 2019 بعنوان Entrepreneur Finance Venture Capital Deal Structure and Valuation. ده الطبعة الثانية Second Edition بتاع المؤلف اللي هي جانيت كلوم اند سميث اند ريتشارد سميث. اعتقد المرجع ده مرجع حديث وان شاء الله يكون مفيد لكم، وانا موجود انك ممكن تطلع عليه من الام اس سيستم في أي وقت، بالإضافة للمحاضرات والباوربوينتس. الستادي بلان أو خطة الدراسة خلال الترم، عندنا 13 أسبوع. عندنا أول حاجة الفيرست ويك أو ويك الأسبوع الأولاني عندنا introductory lecture أو المحاضرة الترفيهية اللي إحنا فيها دلوقتي. بعد كده إن شاء الله الأسبوع الثاني عندنا اللي هو محاضرة بعنوان New Venture Financing Consideration and Choices. بعد كده الاسبوع الثالث عندنا محاضره بعنوان Venture Capital and Angel Investment. الاسبوع الرابع عندنا محاضره بعنوان Venture Deals. الاسبوع الخامس عندنا محاضره بعنوان New Venture Financial Strategy and Real Options. الاسبوع السادس بنتكلم عن Financial Forecasting. الاسبوع السابع بنتكلم عن Financial Modeling. الاسبوع الثامن عندنا Foundation of New Venture Valuation. وفي الاسبوع التاسع عندنا Investment Project Evaluation and Risk Management. وفي الاسبوع العاشر عندنا business harvesting and strategies، والاخر الاسبوع في التدريس اللي هو future of entrepreneur finance. بعد كده عندنا الاسبوع ال 12 هنراجع ولو في اي اسئله او اي حاجه نوضحها، وبعد كده ان شاء الله الاسبوع ال 13 هنعمل الفاينل exam.
تقييم، وسيلة التقييم المقرر. احنا ناشين تبع اجراءات الجامعة اللي هي بتعمل كل اسبوع او في كل اسبوع نهاية كل اسبوع امتحان صغير او بيسموه كويز. عندك خلال العشر اسابيع 10 كويزز معايا كده، كل كويز عليه 8 درجات، يبقى اذا اعمال السنة او العشر كويزات عندك 80 درجة معايا كده. بالنسبة للفاينل اكزام عندك بس 20% او 20 درجة. يبقى انت اعمال السنة مهمة جدا عشان تضمن الجريد او تضمن النجاح والتميز ان شاء الله. 80 كل اسبوع تلتزم بالامتحان الصغير او الكويز وتلتزم انك تخلصهم، وكمان تبقى عندك عارف ان في نهاية السنة او الاسبوع 13 فاينل اكزام. بالنسبة لطريقة الاسئلة، الاسئلة هتبقى نصية. يعني ايه اسئلة نصية؟ يعني اسئلة اختيار متعدد multiple choice او true or false، صح وغلط. طيب الاسئله الدكتور هيجيبها او المحاضر هيجيبها ازاي؟ انا بجيبها من واضحه مش بين السطور، لا الاسئله الواضحه، التعريف الواضحه، الترمينولوجيز الواضحه، الجمل الواضحه. واضح كده؟ مجرد حضرتك تقرا تسمع الفيديو كويس وتقرا السلايدز، واضح كده تفهم المحتوى ايه وبس. في النقاط اللي هي الكونسبتس او المفاهيم او الحاجات اللي هي كده لازم تكتبها او تبقى تدونها او تبقى تحاول كده، اللي دي اللي هتبقى الاسئله ان شاء الله المقترحه. طبعا في اسئله صوتيه هي بس المحاضر بيسال السؤال بشكل صوتي والاجابه اختيار متعدد او صح وغلط، فهي زي ما حضراتكم متعودين يعني. وان شاء الله انا يعني انا دايما بكرر واقول لكل الطلبه عندي انا مع في صف الطالب اولا واخيرا ومعاك، واضح كده. واهم حاجه نتبادل ونتشارك المعلومات يبقى في مصلحه متبادله اللي هي العلمي، نقل المحتوى العلمي مني او انا اكون وسيله لتبسيط المحتوى العلمي لك ان شاء الله عشان تستفيد بيه في الدراسه بتاعتك وفي الحياه العمليه بتاعتك ان شاء الله. فما فيش اي تعقيد نهائي ابدا، بالعكس احنا هتلاقي الامور واضحه وسهله وبسيطه ودايما احنا في صفك في صف الطالب من اجل انجاح العمليه التعليميه وتبقى عمليه تعليميه ذات جودة وعملية تعليمية متميزة إن شاء الله. والعملية التعليمية لها شقين، المحاضر والطالب. فأنا عارف النظام اللي احنا فيه ده هو اتجاه واحد one way، يعني المحاضر بس بيلقي المحاضرة أنا مش شايفكم قدامي، بس أنا أتوقع منكم وإن شاء الله يعني أتمنى وأأمل مشاركة فعالة في حلقات النقاش. حلقات النقاش هي حلقة كل أسبوع مدتها ساعة، يعني انت حضرتك لما تيجي لو عندك اي استفسارات، عندك اي ملحوظات، عندك اي حاجه مش فاهمها، عندك اي اسئله حتى استشارات، انا متواجد عشان ده. ممكن ناخد امثله اكتر، ممكن ناخد كيسز اكتر بحيث تفهم المضمون افضل. فارجوكم يعني حلقات النقاش هي يعني انا اتمنى ان انا الاقيكم فيها ان شاء الله باستمرار من اجل يبقى في عندنا عمليه تعليميه فعاله باذن الله. شكرا. الحمد لله احنا وصلنا لنهاية المحاضرة التعريفية. انا تواصلت مع حضراتكم وعرفتكم بنفسي الاول، عرفتكم بالمقرر وهداف المقرر ومخرجات التعلم، وكمان تناقشنا في الخريطة الدراسية على مدار 13 اسبوع وشرحنا حتى كل نقطة، وكمان شرحنا وسيلة التقييم وقلنا ازاي يعني تحافظوا عليها وتبحث تضمن اعمال درجات اعمال السنة ودرجات الفاينال اكزام. اخيرا وليس اخيرا ان شاء الله يعني في بينا تواصل في المحاضرات القادمه باذن الله، وزي ما انا قلت لكم في اول المحاضره انا اعتبروني اخوكم، فارجو ان يكون في تواصل لو في اي مشكله طرقت او حاجه مش فاهمها ما فيش مشكله، حضرتك ممكن تراسلني او ممكن في حلقه النقاش اللي انا باكد عليها اي استفسارات اي حاجه مش واضحه يا ريت تفضل ويكون في بينا تواصل، لان هي دي المنفذ الوحيد اللي بيننا. أنا بتمنى لكم دايما وأبدا كل توفيق ويكون ترم سعيد عليكم ويحلفكم فيه التوفيق بإذن الله إن شاء الله وتحققوا فيه أفضل الدرجات وأفضل المعرفة العلمية ويكون الكورس ده أو المقرر ده فايدة لك في سواء في ناحية أكاديمية أو ناحية مهنية. وأنا اتشرفت بمعرفتكم وإن شاء الله لنا لقاء كل أسبوع إن شاء الله. شكرا جزيلا لحضراتكم وأشوفكم دايما على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.